في تفاعلات الـ SN1 حيث S ترمز إلى الاستبدال و N ترمز إلى النيوكليوفايل محب النواة. هنا لدينا تبديل الهالوجين بمحب النواة، ويمكن رؤية ما يحدث في التفاعل العام. هنا لدينا الهالوجين ومحب النواة هو بديل للهالوجين. نفحص الآلية لتفاعل SN1. في الخطوة الأولى من الآلية سأبدأ مع هذا. هنا نحصل على تفكك للهالوجين، نحصل على تفكك للهالوجين. إذن هذه الإلكترونات هنا ستطرد إلى الهالوجين، لذا نحتاج مجموعة مغادرة جيدة. إذا غادرت هذه الإلكترونات إلى الهالوجين، فإننا نأخذ رابطة من الكربون هكذا. إذن يبقى الكربون هكذا، أخذ رابطة من الكربون، يعني أنه أصبح كربوكتين وهو مشحون بالموجب، والهالوجين يحصل على زوج إضافي من الإلكترونات، وهذا يعطيه شحنة ظاهرة سالب واحد. والهالوجينات هي مستقرة نسبيا لوحدها مع الشحنة الظاهرة سالب واحد. إذا الهالوجين هو المجموعة المغادرة في هذه الآلية. وفي الخطوة التالية يأتي النيوكليوفايل محب النواة. إذا هنا محب النواة سيأخذ زوج من الإلكترونات ويصبح سالب الشحنة. لا داعي ليكون سالب الشحنة، لكن محب النواة هذا سيهاجم الإلكتروفايل محب الإلكترون وهو الكربوكاتيون. إذا النيوكليوفايل هذا سيهاجم، أشعارات متضادة لديهم تتجاذب هذا الكربون، وهذا سيعطينا المنتج الذي هنا، حيث النيوكليوفايل محب النواة أصبح بديل الهالوجين. إذا لدينا كربوكاتيون في الآلية هذه هنا. إذا هذا كربوكاتيون أصبح لدينا هنا إعادة ترتيب. عفوا، إذن يجب أن نكون حذرين عند التفكير في تفاعلات الـ SN1 من حيث معدل التفاعل الكلي. هذه الخطوة الأولى هنا، انفصال أو تفكك الهالوجين، هي أبطأ خطوة. هذه العملية بطيئة، والخطوة الثانية هجوم محب النواة هي سريعة جدا. إذن لدينا خطوة بطيئة ولدينا خطوة سريعة. وعندما قاموا بدراسة تفاعل الـ SN1، قانون المعدل العام اعتمد فقط على تركيز هاليد الألكل. فإذا أردنا كتابة قانون المعدل العام في الكيمياء العامة أو المعدل العام للتفاعل، فهو يساوي ثابت معدل التفاعل K ضرب تركيز هاليد الألكل فقط. إذا المعدل يعتمد فقط على تركيز هاليد الألكل، والمنطق يقول أن له علاقة مع هذه الآلية هنا. إذا الخطوة الأولى هي خطوة تحديد معدل التفاعل. الخطوة الأولى هي أبطأ خطوة للآلية. إذا يستغرق بعض الوقت لهذا الهالوجين حتى يتفكك مقارنة مع محب النواة، حيث يكون هجومه سريع، وهجوم محب النواة لا يحدث حتى يهاجر الهالوجين. إذا عندما نفكر في لماذا يعتمد المعدل الكلي فقط على هاليد الألكل، ربما هذا سيساعدنا إذا استخدمنا بعض الأرقام. إذا استغرق تفكك هاليد الألكل 10 ثواني، من الواضح أن هذا رقم ليس قريب من الحقيقة، لكن أريد أن أعطيكم فكرة فقط. واستغرق محب النواة معظم الوقت في الخطوة البطيئة، يمكن تقريب معدل التفاعل كلي عن طريق الزمن الكلي المستغرق للقيام بالخطوة البطيئة، الخطوة الأولى. والخطوة الثانية لا يمكن أن تحدث حتى تحدث الخطوة الأولى. لا يهم ما نفعله حتى نزيد من تركيز محب النواة، يمكن أن نفعل أي شيء نريده هنا، لكن محب النواة لا يمكن أن يهاجم حتى يتشكل الكربوكاتيون. إذا تغيير تركيز محب النواة لن يؤثر على أي شيء إذا لم يكن هناك كربوكاتيون. لهذا يسمى هذا تفاعل الـ SN1، والواحد في الـ SN1 والواحد فيه يرمز إلى الجزيء واحد، يعني تركيز واحد من التفاعلات، وهو بالتأكيد هاليد الألكل، وهذا ما يعتمد عليه المعدل الكلي للتفاعل. سأكتب هذا هنا، معدل تحديد التفاعل للخطوة البطيئة. لنفحص أي نوع من هاليد الألكل تخضع لتفاعل الـ SN1. نعلم أن الكربوكاتيون يجب أن يتشكل أولا. لنفحص اثنان مختلفان من هاليد الألكل لنرى أي واحد سيتفاعل أسرع في آلية الـ SN1. إذا سأبدأ مع هذا كهاليد الألكل هنا، وسأضع الكلور هنا. هذا هاليد الألكل الأول الذي سنبدأ به. لنرسم واحد آخر هنا، لدينا هاليد الألكل الثاني، سأضع ذرتي هيدروجين هنا بدلا من مجموعات المثل في الأعلى، ومن ثم سأضع الكلور
إذا كان كلا هذه الهالدات الكل تخضع لآلية SN1، فإن أول خطوة ستكون تفكك الهالوجين، المجموعة المغادرة، وهذه الإلكترونات ستذهب إلى الكلور، وهذه الإلكترونات ستنتقل إلى الكلور. إذا على ماذا سنحصل؟ في المثال الأول سنحصل على الكربوكاتايون، هذا سيبدو بهذا الشكل. إذا الكربوكاتايون سيكون هنا. وفي المثال الثاني، فإن الكربوكاتايون سيبدو هكذا، لدينا الهيدروجين هنا. الآن لنصنف الكربوكاتايون، هذا الكربون في الأعلى، هذا الكربون الذي يحمل شحنة موجبة، مترابط مع 1، 2، 3 كربونات أخرى، لذا لدينا كربوكاتايون ثالثي أسفل هنا. نقوم بنفس الشيء، هذا الكربون مع شحنة موجبة مترابط مع كربون آخر، إذا هو كربوكاتايون رئيسي أو أولي، هذا ثالثي وهذا أولي. شاهدنا في الفيديوهات السابقة أن الكربوكاتايون الثالثي هو أكثر استقرارا بسبب المجموعات التي لديه، كلما كان مستقر أكثر سيكون متفاعل بشكل أكبر، لأن ما سيشكله على الأرجح، هو أكثر استقرارا. وأعتقد من خلال التجربة تبين أن الفرق بالاستقرار بالنسبة للثالثي والأولي كان بنسبة 50 مليون لواحد فقط، لإعطائكم فكرة للأولي والثالثي. إذا بما أن الكربوكاتيون الثالثي هو أكثر استقرارا عند مقارنته بالآخرين، فهو على الأرجح الأكثر تفاعلا في آلية SN1. إذا هاليد الألكل الثالثي، هذا هنا مع الكلور، هذا هاليد الألكل الثالثي، هذه الأكثر تفاعلا في آلية الـ SN1، لأن الكربوكاتيون الناتج أو الكربوكاتيون الثالثي الناتج هو الأكثر استقرارا في الآلية. وإذا أردنا تصنيف هيكل هاليد الألكل، هاليد الألكل الثالثي هو الأكثر احتمالا ليتفاعل في آلية الـ SN1، متبوعا بهاليد الألكل الثاني، ومن ثم الأولي أو الثانوي، ومن ثم الأولي، ومن ثم يمكن وضع المثل هنا إذا أردنا. إذا الثالثي هو الأسرع في آلية الـ SN1. لنفحص بعض المسائل، لنرى إذا كان بإمكان عمل آليات معينة SN1. إذا كان لدينا هذا كمتفاعل كلوريد البيوتيل الثلاثي، وسنفاعل هذا مع الصوديوم أسيتيت، وهو مصدر أنيونات الأسيتيت هكذا. الكلور هو المجموعة المغادرة. ما هو محب النواة الذي لدينا هنا؟ الشحن السالب لدينا هنا زوج من الإلكترونات على الأكسجين، هنا الشحن السالب على الأكسجين ستقوم بدور مب محب النواة. إذا في الخطوة الأولى التفكك، ونترك لدينا كربوكاتيون ثالثي هنا حيث محب النواة سيدخل، لدينا الكربون المشحون بالموجب هكذا. سأقوم بهذا هنا، والنتيجة النهائية نحصل على هذا. إذا بديل لدينا محب النواة نيوكليوفايل هنا، وهذا سيكون الناتج. لنقوم بمثال آخر، إذا سأبدأ مع بيوتانول ثلاثي هنا، وسأضع زوج الإلكترونات هنا، وهذا سيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك. إذا لدينا HCl هنا. انتبهوا، في هذا التفاعل الـ OH ليست أفضل مجموعة مغادرة، إذا انتقلت هذه الإلكترونات إلى الأكسجين سيعطينا OH سالب، وهو ليس مستقر كالهالوجين كما هو أنيون الهاليد. أما إذا كان لدينا بعض البروتونات فإن هذا سيشكل المجموعة المغادرة الأفضل. إذا بدأنا أولا بتفاعل حمض مع قاعدة، أنا إذا جذب هذا الزوج من الإلكترونات البروتون هنا وانتقلت هذه الإلكترونات إلى الكلور، لنرى ما الذي سيعطينا إياه. هذا سيتشكل لدينا هذا ماء كمجموعة مغادرة، شاهدنا هذا من قبل. هذا الزوج من الإلكترونات لم يفعل أي شيء لأن الشحنة موجب واحد. الآن إذا انتقلت الإلكترونات إلى الأكسجين، سيكون لدينا ماء كمجموعة مغادرة وهي أكثر استقرارا. إذا هذا ما سيحدث. الآن هذه الإلكترونات ستنتقل إلى الأكسجين، وشاهدنا هذا في عدة آليات. والآن سيتشكل الكربوكاتيون، لذا الآن لدينا شحنة موجبة هنا، ولدينا أنيون الكلور هنا وهو سالب الشحنة. هذا سيقوم بدور النيوكليوفايل، زوج من الإلكترونات يهاجم الكربوكاتيون، وفي النهاية سيكون لدينا
المنتج وهو كلوريد البيوتيل الثلاثي. إذن يجب أن نعمل بكيمياء الحمض والقلوي في هذه الآليات لنقوم بمثال آخر. حسنا، لنفحص كلوريد البيوتيل الثلاثي كمتفاعل مرة أخرى. إذن هنا لدينا كلوريد البيوتيل الثلاثي يتفاعل مع الميثانول. حسنا، سيتفاعل هذا مع الميثانول هنا، سأرسمه هنا. لم أتحدث عن المذيب في هذا الفيديو، سنخوض في المذيبات بتفاصيل أكثر في الفيديوهات القادمة، لكن هذا سيكون المذيب الوحيد الذي لدينا. إذا الميثانول هو المذيب الوحيد، وأيضا سيكون محب النواة، وهذا التفاعل يسمى solvolysis reaction، وهو نوع من تفاعلات الاستبدال solvolysis reaction، حيث محب النواة هو أيضا يكون المذيب. حسنا، لنرى ما سيحدث. نعلم أنه سيكون لدينا زوج من الإلكترونات تنتقل إلى الكلور في الخطوة الأولى عفوا، ليتشكل كربوكاتيون ثلاثي. إذا المذيب هو النيوكليوفايل نفسه، إذا هو ليس بشحنة سالبة كما في معظم التفاعلات، لكن هذا الزوج من الإلكترونات على الأكسجين سيقوم بدور النيوكليوفايل. هذا ما زال محب النواة الذي سيهاجم الإلكتروفايل هنا. لنرسم نتيجة هذا الهجوم لمحب النواة. إذا زوج الإلكترونات سيترابط مع الكربون هنا، ولنرى هنا هيدروجين مترابط مع الأكسجين، ومن ثم هنا مجموعة مثل على هذا الجانب، ومن ثم كان لدينا زوج من الإلكترونات لم تتشارك مع هذا الترابط، لذا سأضعهم هنا. هذا يعطي هذا الأكسجين شحنة زائد واحد كشحنة ظاهرة. إذا في الخطوة التالية من الآلية هنا لدينا تفاعل حمض قلوي يحدث في النهاية. إذا سيظهر لدينا جزيء آخر من الميثانول. إذا هكذا جزيء آخر من الميثانول. هذه المرة بدلا من أن يتصرف كمحب للنواة سيتصرف كقلوي. إذا هذا الزوج من الإلكترونات سيأخذ هذا البروتون ويصرف هذه الإلكترونات إلى الأكسجين، وفي النهاية نحصل على المنتج لدينا. إذا نرسم الأكسجين هكذا، ومن ثم لدينا زوج من الإلكترونات. في الفيديو التالي سنخوض في الكيمياء الفراغية لتفاعلات الـ SN1. نراكم.